السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي بقلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيتين كيك، بس بصراحة الاتنين احلى من بعض خالص خالص خالص، ما شاء الله الله اكبر. عملنا كيكة التين وكيكة البلح، ودلوقتي هنشوف مع بعض لما هقلبها قدامكم دلوقتي هتشوفوها، وتابعوا معايا المقادير للآخر وتابعوا الفيديو. بصراحة الاتنين احلى من بعض مليون مرة، ما شاء الله الله اكبر، جمال جدا وطعمها حلو قوي قوي قوي. انا عندي اللي حب التين اكتر من البلح، وعندي اللي حب البلح اكتر من التين، بس بصراحة انا لما دقت الاتنين عجبوني جدا الاتنين، وحلوين قوي قوي قوي. بسم الله ما شاء الله، شايفين دلوقتي لما اتقلبت جميلة جدا. دي كيكة التين طبعا اللي عليها ده كراميل، لازم نقلبها على طول اول ما تهدى بثواني كده، لانك لو سبتيها كتير مش هتعرفي تقلبيها الا لما تعملي لنا حمام ميه دافي او تسخنيها من تحت شويه عشان خاطر الكراميل. لكن هي اول ما تخرج من الفرن بثواني كده، يعني ما كملش نص دقيقه، ونقلبها مع بعض زي ما انتم شايفين كده، هتلاقي صوص الكراميل اللي بقى نازل عليها كده من الجناب، وحاجه كده تحفه. وادي كيكه البلح، طبعا انا عملت معاكم قبل كده كيكة البلح في فيديو لوحدها، بس كنت عاملاها بطريقة مختلفة خالص عن الطريقة بتاعت النهاردة. طريقة النهاردة بطريقة الشيف سمر عجور، هي يعني بصراحة الطريقة عجبتني قوي وحلوة، فقلت لازم اعملها بطريقتها. ما شاء الله بتعمل حاجات حلوة سمر برضو، وارجو ان انتوا تتابعوا قناتها، يعني قناة سمر عجور. ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، جميل. لو جاي لك ضيف، عزمه، اي حد، اعمليه ديت حاجه حلوه كده، طعمها تحفه بصراحه والله العظيم، طعمها جميل جدا. طبعا قدامكم البلح، انا غسلته وقشرت القشره السمراء اللي عليه، بس لسه ما طلعتش، ما فصصتهوش. اول حاجه هنبتدي نعملها قبل ما اعمل اي حاجه، ان احط كوبايتين سكر على النار كده يتكرملوا مع نفسهم، على ما انا مجهز الكيكه واجهز الصواني واجهز الحاجات دي. دلوقتي هنعمل الكيكه، حطيت كوبايتين ونص سكر، واول ما جيت احط الزيت افتكرت ان انا احط البيض الاول. هحط دلوقتي، طبعا انا عندي البيض بلدي، فهحط لكل عيار 4 بيضات. انا عامله عيارين، عملت عيار لكيكه البلح وعيار لكيكه التين، فهحط هنا 4 بيضات وهنا 4 بيضات، هيبقوا 8 بيضات بلدي. لو هتعملي بيض بلدي يبقى 4 بيضات للعيار. هتعملي بيض عادي، بيض احمر او بيض ابيض، هتعملي ب3 بس للعيار الواحد بتاع الكيك، لان البيض التاني بيبقى الزلال بتاعه اكتر من البيض البلدي، تمام؟ فاهم حاجه طبعا في الحلويات الزلال بتاع البيض، كل ما يبقى اكتر كل ما ينجح معاك الكيك اكتر، تمام؟ يبقى كده انا حطيت كوبايتين ونص سكر، وحطيت 8 بيضات، هضربهم مع بعض شوية كده في العجان، وبعد كده هحط الزيت. طبعا لازم اسيبهم يندربوا مع بعض شوية. حطيت معلقتين خل، تمام، معلقتين خل انا حطيتهم عشان ما كانش فيه فانيليا، لو في فانيليا برضه هتحطي معلقتين الخل. الخل بيساعد على نفشان الكيك وعلى نجاحه، وبيخليها حلوة، وبيضيع برضه ريحة الزفارة مع الفانيليا. دلوقتي انا ضربتهم مع بعض شوية اهوت، ارجو ان انتوا تجربوا الكيك ده، جميل جدا وحاجة حلوة قوي، فيها سعرات حرارية حلوة جدا للاطفال، داخل علينا الشتاء، اي فاكهة موجودة انت ممكن تعملي بيها، بس اهم حاجة انك تعملي صوص الكراميل الاول كده في الصينية، واعملي اي فاكهة موجودة عندك، اي فاكهة ممكن تعملي نفس النظام كده بالجزر، تقطعيه رقيق جدا عشان علم الكيك يستوي، يكون هو استوى برضو. ولازم الكيك اللي بيبقى بتحتيه اي حاجة زي البلح او التين او الجزر زي ما انا قلت دلوقتي، لازم هتخليهم يستووا في الفرن في حمام مية، مش هتسيبيهم لحالهم كده، لان فيهم من تحت
في من تحت كراميل، فالكراميل ممكن يتحرق معاكي ولا حاجة. فاللي بيساعد على نجاح الكراميل في الكيك انك بتسويه في حمام مية عشان ما يتحرقش معاكي في الصينية من تحت. تمام كده هنضرب كويس بقى مع بعض. عيار كيكة عادي خالص، اظن احنا عملنا الكيك مع بعض كتير جدا، وطبعا المقادير دي انا معتمداها لانها مقادير صح وكويسة. حطينا 2.5 كوباية سكر، دول انا بعمل عيارين يا جماعة، عيارين يعني لصينيتين. 2.5 كوباية سكر، 1 كوباية زيت، احط 2 لبن. فدلوقتي انا عندي ضربت بس الزيت والبيض والسكر في العجان، وهفضيهم دلوقتي في الطبق الاستانلس بتاعي اللي بعمل فيه الكيكة عشان هزود لهم 2 لبن. نفس الكوباية اللي انا بعير بيها كل حاجة هي اللي عيرت بيها كل حاجة. والعيار هتحطي له 2 دقيق، يعني انا عندي دلوقتي 4 كوبايات دقيق. دلوقتي كده خلاص انا استكفيت بضرب الخليط اللي عندي في العجان بقى تمام وكويس. تمام كده خلاص هنزله احطه على اللبن واقلبه شوية مع اللبن. تمام مفيش عجان مفيش مضرب، عادي المضرب اليدوي بيأدي الغرض وكل حاجة، وبرضه بتكون كيكة ناجحة وكويسة ومفيش اي شيء يعني. تمام كده خلاص انا خلصت، نزلت كل اللي في العجان. طبعا في الوقت ده انا لازم اولع على مية تسخن عشان وانا جاي احط الصواني او هدخلها الفرن لازم احطها في حمام مية، وما احطلهاش مية باردة، لازم احط لها مية سخنة بدرجة الغليان. فدلوقتي انا هقلب شوية كده الخليط مع بعض عشان يمتزج مع بعض وكده وكله يخش في بعضه. وبعد كده عندي 4 كوبايات دقيق، وعندي 2 بودر وذرة ملح، دول انا نخلتهم مع بعض كده في الصينية، وهحطهم دلوقتي على الخليط السائل كله. دلوقتي انا حطيت شوية لبن صغيرين مكان الخليط اللي كان في العجان عشان خسارة ان احنا نرمي الحاجات ديت. تمام كده تمام، بحاول اظبط لكم بس الكاميرا كده عشان التصوير. انا حطيت دلوقتي الدقيق عليه البودر عليه ذرة ملح، طبعا بحط كله كده زي ما انتم شايفين، وهقلب كويس بالمضرب اللي في ايدي. عندك العجان هياخد الخليط كله عادي مفيش مشكلة، ممكن تعمليه في العجان. نفسي والله بصراحة يا جماعة ان انتوا تجربوا الكيكة دي، تحفة جميلة جدا 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 ملهاش حل. كيكة البلح انا عملتها قبل كده فعجبتني جدا جدا، فقلت اعملها تاني بس اعملها بالطريقة اللي قلتلكوا عليها. لكن كان عندي تين، ومعظم التين اللي عندي كان مقفول زي ده كده، ولازم اللي هتعملي بيه يكون تين مقفول زي ده عشان بيبقى ايه ماسك نفسه شوية. وتقطعي التينية زي ما انت شايفة كده، لو كبيرة على 3، لو صغيرة شوية هتقطعي على 2، هتشيلي بس الحتة الخضرة اللي تحت دي، وبعدين تقطعي التينية على 3 زي ما انت شايفة كده. تمام بس لازم زي ما قلتلك تكون التين واخد حقه كده جامد يعني شوية ومقفول، لو مفتوحة هتحسيها مهرية في ايدك ومش هت يعني مش هتديك النتيجة المطلوبة. تمام بصراحة التين تحفة تحفة تحفة، نفسي اول ما تجربي عمايل الكيك دي جربيها بالتين، حاجة كده خيال ملهاش حل. وطبعا التين متهيألي ما فيش حد ما بيحبوش، كلنا بنعشق حاجة اسمها تين. دلوقتي عندي الكراميل خلاص خلص، وتظبط على النار، سايباه على النار من ساعة ما قلتلكوا ان انا سايباه على النار اهوت ما شاء الله. طبعا اول ما بتشيليه من على النار كده لازم تفضيه على طول في القالب بتاعه او في الفورمة بتاعته اهو. واول ما تفضي في الفورمة لازم تظبطي الفورمة بتاعتك عشان بيتطبق على طبقة الفورمة، ولو برد مش عمرك مستحيل ما هتعرفي تحركيه من مكانه تاني. تمام فدلوقتي انا بظبط اهوت الفورمه دي الصينيه،
بظبط الكراميل بتاعها، وظبطت الكراميل بتاع ديت، شايفين مسك على طول ازاي؟ بس نار الصينية دلوقتي خلاص ما تقدريش تمسكيها بايدك، فخدوا بالكم انتوا بتعملوا الكراميل ده بالذات، لانه بصراحة ربنا يستر يعني مشاكل بتاعته كتير. بصوا ما قدرتش امسك الصينية حتى بايدي كده، بقت مولعة نور. دلوقتي هجيب البلح اهو قدامكم، هفصصه واوريكم انا بحطه في الصينية على الكراميل على طول اهو، هشيله دلوقتي واوريكم بقى التين، لان انا صراحة حابة قوي التجربة، التين دي حبها قوي، قلت اول حاجة اعملها. هترصي بقى بطريقة عشوائية كده التين جنب بعضه زي ما انت شايفة. عايزة تعملي مثلا اللي بنزوق بيه الطرط، الاناناس، كنت تعمليه نفس الحكاية دي كده، تحطي الدوران بتاع الاناناس وتحطي في قلب الدوران بيبقى فيه حتة فاتحة كده تحطي فيها كريزاية، تحفة. ان شاء الله هعملها معاكم برضو، بس قلت اوريكم التين الاول، لان التين بصراحة ابهرتني بنتيجتها، نتيجتها حلوة جدا جدا. بنصحكم والله والله ان اول حاجة تعملوها هي كيكة التين دي، وبعد كده عايزة تفكري تعملي البلح مفيش مشكلة، بس التين وهم. انا مكنتش متخيلة انها هتطلع طعمها جميل او بالطريقة دي، او تطلع حتى في الشكل جميلة جدا جدا جدا. البلح برضو جميلة وحلوة وهتعجبكو خالص. كده خلاص انا خلصت الرص دي، هشيلها على جنب واخلص رص البلح الاخرى هوريها لكم دلوقتي. كنت بجرب بقى الصواني، لان بصراحة دي طلعت مشكلة عندي، بقيت عمالة اجرب في الصواني مش عارفة، مش لاقية صينية تيجي عليها، ديت جالها الصينية دي والتانية بقيتش لاقية لها صينية خالص، وبقيت محتارة وعمالة الف حوالين نفسي. حتى دلوقتي تلاقوني تهت كده في المطبخ، مع انه متر في متر يعني، بس انا تهت فيه، تهت على ما دورت على صينية. فعلا لازم قبل ما تعملي اي حاجة، قبل ما تعملي اي حاجة خالص، دوري على امكانياتك الاول ودوري على حاجتك الاول، عشان ما تحتسيش زي ما انا احتست كده. انا بصراحة بقيت عمالة الف حوالين نفسي زي ما قلتلكوا، عشان الاقي صينية احط فيها صينية البلح، يعني بتاعة التين انا لقيت لها واحدة، جيت ادور لصينية البلح ما بقيتش لاقية خالص. دلوقتي طبعا عيار الكيك اللي احنا عملناه مع بعض اهوت، حطه كده في الصينية، حط هنا شوية وهنا شوية، مفيش اي دهان بقى ولا جوانب ولا ارضية ولا اي حاجة، هو الكراميل اللي هيقوم بالواجب. طبعا حاولت ادور على صينية ما لقيتش، فعملت ايه، لقيت عندي الطبق الاستانلس الكبير، رحت جايباه ورحت حاطه عليه الصينية، ورحت ايه حاطه فيه المية السخنة. طبعا دلوقتي برضو عندي المية بتسخن على النار، ولازم تكون سخنة قوي، مش سخونية بسيطة، لا تكون سخنة قوي اهو. عمالة احاول مش لاقية، طبعا دي بتاعة التين مش لاقية خالص، بقيتش عارفة اعمل ايه، وقفت بقى اتضايقت، وطب اعمل ايه دلوقتي. طبعا خلاص انتي اتحطيتي في موقف انك عملتي الحاجة وظبطتيها في الصينية، وما ينفعش تخش الفرن من غير حاجة، من غير حمام مية، بس ربك بيسر، وتقولي يا رب ربنا بيسر، قولي اللهم دبر لي امري فاني لا افقه التدبير. فسبحان الله بتلاقي الحاجة اتظبطت كده، والحاجة اتوجدت في لمح البصر. طبعا ايه قعدت ابص تاني دلوقتي، ديت قلت كده تمام مية مية، دي على قد دي، وحطيت المية وكويسة مظبوطة. طبعا انا مولعة الفرن سخن جدا على درجة 180، الصواني دي بتقعد حوالي ساعة الا ربع في الفرن، انها بتستوي في حمام مية، بتقعد فترة. بصوا بقى اللي بيصعب عليا الصواني لما بتتعمل من المية كده، بتضايق عشانها قوي، بس ان شاء الله هندعكها يعني وهنظبطها وهننضفها. كده خلاص انا خلصت طلعتها من الفرن، لازم ايه اسلك بس الجوانب كده بالمعلقة او بحرف سكينة، طبعا دي عشان دورانات فانا بعملها بالمعلقة، لكن صينية البلح عملتها داير ما يدور كده بالسكينة، فطلعت معايا سهل جدا. وادي بنقلبها مع بعض دلوقتي، ما شاء الله الله اكبر. بنتي دلوقتي بتقولي واو واو بجد، واو بجد، في واو بهزار وفي واو بجد.
جميلة جدا جدا جدا، وعجبتني قوي 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 كشكل وطعم وكل حاجة، تحفة، حاجة وهم كده. انا قلت لهم انا بعد كده مش هعمل الا كيكة التين صراحة، وهعملها بقى يكون عندك ضيوف، عندك حد، بصراحة هتبهريهم، هتبهريهم بكيكة التين دي بصراحة، ما شاء الله، الله اكبر، زي العسل. دي كيكة البلح طبعا، تحفة تحفة، ملهاش حل، أخرى جميلة جدا وما شاء الله أحلى من اللي أنا كنت عاملاها الأولانية. بشكر سمر جدا جدا على الطريقة دي، لأنها بصراحة طريقة جميلة جدا جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسينيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.